بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة، فشكر الله إمامنا حيث أسمعنا كلام ربنا ونقف متدبرين مستنيرين، نرجو من الله أن ينفعنا وأن يشرح صدورنا وأن يهبنا تقى وعلما وهدى وسدادا وتوفيقا مما نتذاكر حوله من كلامه، من أول ما تلا الإمام من قول الله جل شأنه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الآيات: يسألك الناس عن الساعة، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. من هم هؤلاء الناس؟ هم فئات، والذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة كثير. تارة يسأله أعرابي يقول: يا رسول الله، متى الساعة؟ فيقول له عليه الصلاة والسلام: وانتبه، النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده ولا يتكلف جوابا، ما كان عنده من علم أفتى به وبين، وما لم يوحى إليه فيه شيء وقف ووكل الأمر إلى الله حتى ينزل عليه قرآن. فقال للأعرابي: ما أعددت لها؟ لما قال: متى الساعة؟ قال له: ما أعددت لها. الشأن أن تعد للساعة، وأما أمر الساعة فقد أخفي أجلها عنا. وتارة سأله قوم من أهل الكتاب من اليهود، سألوه في مسائل منها سألوه عن الساعة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن علمها عند الله. وهكذا جاءه من المشركين من يسأله في الساعة، وأيضاً لما أنزل الله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح فيما يرويه عمر رضي الله عنه، لما نزل جبريل في صورة رجل لا يعرفونه، كان من أسئلته: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنا وإياك في العلم بمتى الساعة سواء، حتى جبريل، إلا إذا أخبره الله وأطلعه. إذن علم الساعة أيها الإخوة مغيب. قال الله جل وعلا، أجاب الله: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والقريب بالنسبة لله ليس مثل نسبة الآدميين وتقدير الآدميين، الله جل شأنه كل شيء بالنسبة له قريب، وكل شيء في قبضته، ليس شيء عنه بعيد لا في الزمان ولا في المكان ولا في القدرة سبحانه وتعالى. والله يعظ عباده ويخوفهم حتى يتوبوا ويرجعوا، وإلا فإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون كما أخبر الله جل شأنه. لكن يوعظ الناس، وإلا فالزمن بالنسبة لله غير مؤثر، والله جل شأنه قد أحاط بكل شيء، لكن بالنسبة لنا معشر المخلوقين نحس بهذا الزمن، نحس بامتداد الزمن ونتباطأ الأمر، وإلا فإنه بالنسبة لله جل شأنه أمر مفروغ منه، لا يؤثر في الله بمعنى أن الله ينتظر أو أن الله جل شأنه يريد أن يكون الشيء وما حان وقته، بالنسبة لله قضاء سبحانه وتعالى. نستفيد من هذا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقال له قل إنما علمها عند الله، أن نقف ولا نتكلف جوابا حتى لو كان من باب التقريب
كما فعل بعضهم ممن يزعم أنه من المفكرين الإسلاميين، حاول أن يقرب ويقول ويحسب حتى حسب حسابا تقريبيا لقيام الساعة. هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهي عنه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن هؤلاء الذين يخبطون في الأرقام، أرقام الآيات ومطالع السور، فيحسبون حساب الجمل، وهذا حساب معروف عند العرب لا يحسنه إلا من عرفه، فيجعلون هذا الحساب في تقريب عندهم، فيقربون فيحسبون متى تكون الساعة في أي عام. مساكين هؤلاء ما تربوا على هذه المائدة القرآنية، وما تربوا على الموقف النبوي أنه يحيل ويكل الأمر إلى الله جل شأنه. ونتربى أيضاً ونتأدب من هذا أيضاً أيها الإخوة، أنه إذا سئل أحدنا عن شيء لا يعلمه أن يقول لا أعلم، لا يضيره والله، بل هذا مما ينفعه ومما يرفعه عند الله وعند الناس إذا عرفوا أنه لا يتكلف جواباً. وما يضيرني أني أقول لا أعلم، في المقابل إذا تكلف الإنسان جواباً فعليه من الإثم، وهو لا يعلم فعليه من الإثم بحسب ما أفتى به، ما أجاب به. والله جل شأنه قال ولا تقف ما ليس لك به علم، والله جل شأنه قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام هذا حلال وهذا حرام. إذن هذا أمر عظيم وشديد إذا كان يتعلق بدين الله وبالتحليل والتحريم. نقف وقفة أخرى وأخيرة مع بعض بعد ما جاء من آيات بعد ذلك من قول الله جل شأنه يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا. هذا في يوم القيامة إذا ذاقوا العذاب ومس العذاب أول العذاب يتحسرون ويتحسفون ويتمنون أنه ما فعلوا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هل ينفع؟ ما ينفع، هذا يشتركون في العذاب الضعفاء والذين استكبروا كلهم، إذا ما دام أنهم اشتركوا في هذا الباطل، في هذا الانحراف، في هذا البعد عن دين الله، في الكفر بالله وبدين الله، ما ينفعهم التلاوم، كلهم مجتمعون في العذاب عافانا الله وإياكم. نستفيد من هذا أيها الإخوة كما استفاد عدي رضي الله عنه والصحابة في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عدي رضي الله عنه كان نصرانيا قبل، وأوتي من علم الكتاب، تعلم النصرانية، فلما أسلم وجاء سأل النبي، لما حضر النبي عليه الصلاة والسلام وسمع قول الله جل شأنه في شأن النصارى وكان نصرانيا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال ألم يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فتتبعونهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. إذن كل طاعة غير الله فيما حرم أو حلل في تغيير أحكام الله، هذا والعياذ بالله هذا شؤمه عظيم، وهذا داخل فيما أخبر الله عنه أنهم يوم القيامة الذين أمروا والذين اتبعوا ما ينفكوا من العذاب ولا ينفعهم التلاوم. ولا ينفع الإنسان عذره أن يقول والله أمرت، الله أعلم بالمسألة الإكراه، هذا شيء آخر إذا أكره الإنسان، لكن مسألة أنه قادر على أن لا يتبع في الباطل فالواجب عليه أن يثبت على دين ربه وأن لا يطيع أحداً كائناً من كان من الكبراء ممن أعطي سلطة أمرية، سواء كان من العلماء أو كان من الأمراء أياً كان، أو كان الابن مقابل أباه مقابل أبيه، فهذا لا ينفع التلاوم. كل الناس سوف يأتي يوم القيامة فرداً ويحاسب عن النقير والقطمير، ولا ينفعه أن يقول والله أمرت ففعلت، الله أعلم
أعلم بالذي أكره، كما قال الله جل شأنه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لا بد من الصبر على أمر الله جل شأنه. الجنة لا بد لها من صبر ولا بد لها من ثبات، وهذا من الابتلاء من الله جل شأنه، لا يتمناه المؤمن، لكن إذا وقع فيه يستعين بالله. وأما مسألة الإكراه فهذا نحمد الله أن الله جل شأنه لا يكلفنا ولا يحاسبنا على المسائل التي أكرهنا بها فيما لا نستطيع تركه أو فعله. لكن هذا الخبر في هذه الآية يبين أن الأمر عظيم، وأن التلاوم لا ينفع، وأن العذاب يكون شاملاً للآمر والعامل بالأمر المخالف لأمر الله جل شأنه. إنها موعظة عظيمة نسمعها من كلام ربنا ونقرأها نؤمن بها، فيتأدب المؤمن في ذلك فينجو، لأنه إذا عزم على أن يتبع الله وأن يثبت على أمر الله وفقه الله وهداه. أما الذي يتحين الفرص ويتحين المناسبة ليتفلت عن أمر الله فهذا ما عنده قوة إيمانية، هذا يفتن في أول الطريق، في أول فتنة، كما قال الله جل شأنه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. إذن هي موعظة قرآنية عظيمة، وهكذا القرآن أيها الإخوة يرسل الله به آيات يزيد المؤمن إيمانا ويعظ الناس ويبين لهم الحق ويخرجهم من الضلالة إلى الهدى. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم صل على محمد. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.